السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، أفضل الإعدادية، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب تكونوا كلكم بخير ان شاء الله. النهاردة هنحل مع بعض التدريبات على امتحان درس الأخطار البيئية، وقبل ما نبتدي نعمل لايك للفيديو، شير والاشتراك في القناة، ونفعل زر الجرس للكل عشان يوصلكم كل جديد بأمر الله. نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رقم واحد، أمام خريطة للعالم اكتب ما تدل عليه الأرقام الآتية. رقم واحد على الخريطة، إقليم مناخي المعتدل البارد شرق القارات، المعتدل البارد شرق القارات. رقم اتنين، هي حشائش التندرا، وممكن أقول عليها الحشائش الباردة. التلاتة رقم تلاتة، المحيط الأطلنطي. رقم أربعة، منطقة زلازل هي منطقة الأخدود الإفريقي العظيم. رقم ب، من المقصود بكل من الاحتباس الحراري والتصحر؟ الاحتباس الحراري هي ارتفاع تدريجي في درجة حرارة الطبقة السفلى من الغلاف الجوي والقريبة لسطح الأرض. أما المقصود بالتصحر هو إيه؟ تدهور وتناقص القدرة الإنتاجية للأراضي الزراعية. رقم ج، ما العلاقة بين حرائق الغابات وتغير المناخ؟ تؤدي حرائق الغابات إلى انبعاث الغازات الدفيئة التي تؤدي بدورها إلى الاحتباس الحراري الذي يتبعه تغير في عناصر المناخ الأخرى كالضغط والرياح والأمطار. رقم اتنين، اختر الإجابة الصحيحة من ما بين القوسين، من أسباب حدوث حرائق الغابات البرق والصواعق، من الأخطار البيئية الاحتباس الحراري. أي الأخطار الآتية ارتبط ظهوره بالثورة الصناعية الموضحة في النص المقابل هو الاحتباس الحراري. ماذا تقول لدولة تقوم بزراعة غابات شجرية؟ الغابات الشجرية بتخفف من آثار تغير المناخ وتساهم أيضا في مكافحة التصحر، وإن ذلك يمثل أحد عناصر الموارد الطبيعية التي تقوم بحفظ التوازن البيئي. رقم ج، ما النتائج المترتبة على الرعي الجائر وغير المنظم؟ هقول إيه؟ يؤدي ذلك إلى إيه؟ يؤدي ذلك إلى حدوث ظاهرة التصحر. يبقى النتائج اللي بتترتب على الرعي الجائر وغير المنظم حدوث ظاهرة التصحر، يؤدي ذلك إلى حدوث ظاهرة التصحر. وبكده حبايبي نكون انتهينا من حل أسئلتنا النهاردة. أتمنى يا رب أن الفيديو يكون دخل عليكم بالفهم والنفع والسهولة واليسر، وأتمنى لكم مزيدا من النجاح والتفوق والفلاح. لو استفدت من الفيديو اضغط لايك وشير والاشتراك في القناة، فعل زر الجرس للكل عشان يوصلكم كل جديد بأمر الله. وألقاكم في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.